فما أجمل أن يعيش الناس في أمن نفسي وطمأنينة على شؤون حياتهم، وما أسوأ أن يكون الناس في خوف وهلع، ولا سيما عندما يتصل الأمر بالغش في طعامهم أو في شرابهم أو في دوائهم أو في كسائهم أو في متطلبات حياتهم. ومن هنا وضع الإسلام قواعد واضحة، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: البيعان وهما البائع والمشتري معا بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا كل منهما، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما. كذب في أي شيء يتصل بالبيع، وكتم البائع عيوب سلعته. وإن كذب وكتم محقت باكة بيعهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع، الذين يحلفون كثيرا بغير حق. إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق السلعة ربما تبيع، لكنه يمحق البركة. إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة: رجل حلف على سلعة أعطى بها أكثر مما أعطى، يقول لك أقسم وهو كاذب، يقسم أنه اشتراه بكذا وأن البيعة عليه بالخسارة وأنه كذا وهو في كل ذلك كاذب، هؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، وإن صاموا وصلوا وذكروا وسبحوا وقرأوا القرآن وانقطعوا في بيوت الله وزعموا أنهم مسلمون، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم